أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة تاني معنا في برنامجكم آمنوا فتأمنوا. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، ازيك يا شيخ خالد؟ عايزين نكمل في الأسئلة ايوه بتاعة إيمان المخلصين. في كتير من المشاهدين والمشاهدات عندهم أسئلة، وطبعا متعصرين بصراحة من الناس اللي بتقول إنهم مؤمنين مخلصين وادعاءاتهم المختلفة في حياتهم. هل من شرح كتابي للحالة ديت عن الادعاءات؟ في شرح كتابي وبرضه موجود في رسالة يوحنا الأولى، ادعاءات الناس إن هي بتقول إن إحنا مؤمنين وفي الآخر بيعصروا الناس الآخرين وهما أصلاً مش مؤمنين. والجماعة دي كانت عايشة أيام الرسول يوحنا. جماعة كانت بتقول إن إحنا عندنا المعرفة وعندنا ولينا علاقة مع ربنا بس سلوكها كانت غلط. فالرسول كتب لهم الرسالة ويوبخ فيهم ويوبخ ويقول ويكشف الإيمان الغلط بتاع الجماعة دي. هل ممكن تذكر لنا عدد الادعاءات ديت تقريبا 7 كتابيا؟ بالظبط، 7 ادعاءات في إنجيل يوحنا، ناخدها باستفاضة ممكن في الحلقة دي. ماشي، ممكن نمشي فيهم مع بعض في الادعاءات ديت ونشوف العدد بتاعها ونستفيد بيها مع بعض. آمين. قبل بس ما أدخل على الادعاءات دي أتكلم عن الجماعة اللي كانت موجودة في العهد الرسولي أيام الرسول يوحنا. وهذه الجماعة اسمها الغنوصيين، كانوا بيؤمنوا بإيه؟ الغنوصيين دول كانوا بيؤمنوا بإيه؟ كلمة الغنوصيين يعني جينوتكس بالإنجليزي، يعني العارفون بالله. يقول لك إحنا بنعرف ربنا. طيب، إيه كانت عقيدتهم؟ خلي بالك عقيدتهم كانت مجموعة بدع موجودة في بعض. والرسول يوحنا في رسالته الأولى والثانية والثالثة بيرد على بدع، على فكرة. بدع كانت موجودة في المسيحية في القرن الأول. وامتدت الآن في القرن الحالي إلى ما يعرف بالكريستيان ساينس أو بدعة العلم المسيحي. تقول إيه البدعة دي أو الغنوصيين كانوا بيفكروا إزاي؟ الغنوصيين كانوا ابتدت الفكرة، وأي بدعة بتبتدي بفكرة صغيرة. قالوا إن المادة شر، يبقى قالوا إن المادة إيه؟ شر. شر. وبما أن المادة شر يبقى الجسم بتاعنا ده لأنه مادة هو شر. يبقى المادة شر، يبقى الجسم بتاعنا شر، يبقى الروح بتاعتنا هي الخير. ابتدت بفكرة المادة شر، وبعد كده الجسد بتاعنا شر، وبعد كده الروح بتاعتنا خير. خير. طب ايه المشكلة؟ تقول لي ايه البدعة في كده؟ اقول لك يا سيدي، ما دام المادة شر وجسدنا شر يبقى احنا مش بنعمل الخطية، ده الجسد بتاعنا اللي بيعمل الخطية، لكن الروح بتاعتنا ما بتعملش الخطية. يبقى اذا احنا هنتخلص من الخطيه امتى؟ لما الله يبيد الاجساد دي اللي هي شر ويخلينا ننطلق بالارواح حيث الخير. شوف البدعه دي، انكرت كينونه الانسان انه فيه الخطيه وبيعمل الخطيه لان الخطيه جواه، وخلت الخطيه فقط مرتبطه بالجسد الايه؟ بالجسد المادي. المادي ده المادي. كمان لغت احتياج الانسان الخاطي الى المخلص، ما بقى انا مش عندي خطيه اصلا، ده الخطيه دي في جسدي بس والجسد هيتلاشى، فانا مش محتاج للمسيح ولا محتاج لخلاصه يخلصني منين؟ من الخطيه، لان الجسد ده الله هيلاشيه في الاخر، والروح ترتقي الى 7 مراتب الى ان تصل الى السماء. طب ده دي مشكله يا دكتور، انه انا بفصل بقى كده الجسد عن الروح. طب ما مين اللي بيحرك الجسد؟ طب ما مين اللي بيحرك الجسد؟ ده منطق بالظبط. مين اللي بيحرك الجسد؟ اكيد الروح اللي ساكن فيه. مين اللي بيخلي الجسد يغلط؟ الروح والعقل الانساني بيقول الانسان اعمل خطيه، في اشارات بتيجي من العقل للجسد. الجسد ما بيتحركش لوحده، ودي ابسط رد. طب رديت رد مش موجود في رساله يوحنا خالص، لكن ده ابسط رد عقلي، وفعلا المسيحيه بترد بردود عقليه وردود ايه؟ منطقيه. والفكر ده ترسب حوالينا في الثقافات المختلفة، انه بيعتبروا الجسد طول الوقت ايه؟ شر. انا ما ينفعش اقترب الى الله بجسدي هو مش نظيف، فلازم انظفه عشان ربنا يرضى علي. الاغتسال. الاغتسال، والاغتسال كان موجود في اليهودية فعلا، في ديانة اليهودية، بس كان كطقس له رموز وانتهى طبعا. الله ما يهموش ايدك نظيفة ولا رجلك نظيفة لما تيجي تتقدم ليه يعني. لكن الله يهمه قلبك نظيف ولا لا. الله لا يهمه كمان شفتيك وانت بتتكلم وقلبك بعيد عنه، لانه قال للشعب
هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد فمبتعد عني بعيدا. فلا يهمه الشفايف بدون القلب، ولا يهمه الحركات، ولا يهمه زيادة الكلمات، يكتر كلماته في الصلاة أو غيره من الأمور، أو الوقفات في نص الشارع، أو الوقفات بشكل معين في المجامع كما كان يفعل اليهود. كل الكلام ده كله مكشوف، الله ما بيضحكش عليه. فهذه الأمور أمور دخلتنا في حتة تانية، حتة مخيفة، هرطقات بانية من فكرة صغيرة إن المادة إيه؟ المادة شر. الفكرة الأصعب بقى يا شيخ راجل، إن ما دام المادة شر والجسد شر يبقى مفيش تجسد. الله ما ينفعش يتجسد. ليه ما ينفعش يتجسد؟ لأن الجسد ده خطية، والله المستحيل يحل في الإيه؟ في الشر. في الشر في الجسد، فرفضوا التجسد. عشان كده في رسالة يوحنا ما نستغربش، بيقول إنه من ولد من الله لابد أن يؤمن أن يسوع هو المسيح. طبعًا عارفين إنه هو اسمه يسوع المسيح. لكن البدعة دي كانت بتقول ان المسيح يسوع ده محلش فيه المسيح، او بمعنى المسيح قالوا المسيح ده هو الله ويسوع ده هو الانسان. المسيح حل على يسوع، اللي هو الله حل على يسوع في المعمودية، وفارق يسوع في الصليب. خلي بالك المصيبة، قالوا اللي اتعمد ده كان انسان حل عليه المسيح اللي هو اللاهوت، وفارقه المسيح عند الصليب بقى يسوع المصلوب، والمسيح انفصل عنه. ايه دي بقى؟ دي مصيبة، دي خيانة، دي خيانة، دي هرطقة، خيانة عظمى. احنا نؤمن ان يسوع هو المسيح، وانه في المعمودية كان هو الله وهو الانسان، 100% هو الله 100% هو الانسان، ولاهوته كما يقول القداس الارثوذكسي المبارك انه لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. صحيح. وهذا هو إيمان مش بس الكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا إيمان المسيحيين على مختلف طوائفهم. قانون الإيمان يؤمنوا، أو في قانون الإيمان الكرسني قوي وغيره، قوانين الإيمان بتدل على إن شيء مسلم به، إنه عظيم هو سر التقوى، آية كتابية، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، طلاء لملائكة، كورز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. فالموضوع منتهي تماما، انه وهو في بطن العذراء كان هو الله وكان هو الانسان، وهو في المعمودية كان هو الله 100% والانسان 100%، وهو على الصليب كان هو الله 100% والانسان 100%، وهو في القبر كان هو الله 100% والانسان 100%، وهو في الصعود الله 100% والانسان 100%. الله حل في الجسد، ظهر في الجسد، اتحاد دون امتزاج او اختلاط، اتحاد اللاهوت بالناسوت. وانا خطف حلقات مختلفة عن هذا الاتحاد، هذا الاتحاد العظيم. إذن يا شيخ راجي، البدعة دي ابتدت بفكرة، الغنوسين دي ابتدت فكرة إنه الجسد شر، وطلعت منها مصايب كتيرة جدا، والرسول هنا بيجاوب على المصايب اللي جابها الغنوسيين أو كانوا بيتقولوا بيها. وبعد كده قالوا إنه إحنا بنرتقي بالروح لغاية لما توصل للخلاص الأبدي، فإحنا مش محتاجين المسيح يتجسد ويشيل الخطيه في جسده، لان احنا بنؤمن ان الجسد اصلا شر، فالمسيح محلش في الجسد. ده اللي جه هنا يسوع ده كان عباره عن خيال، بعض منهم قالوا ده خيال مش حقيقه، لان الله مستحيل انه يحل فين؟ في الجسد. عشان كده بنلاقي تعبيرات يسوع هو المسيح، او المسيح هو يسوع، تعبيرات هو المسيح جدا في انجيل يوحنا او في رسالته. في انجيل يوحنا بيرد على لاهوت المسيح، بيثبت ان المسيح هو الله 100%، وفي رسالة يوحنا بيقول ان المسيح مش بس الله 100% لكن انسان 100%. ويوحنا مسك ثلاث حاجات في شرح شخصية المسيح، مسك عن لاهوته في انجيله، ومسك عن ناسوته في رسالته، ثم تكلم عن ملكوته في سفر الرؤيا. شوف الجمال، يعني هو الله، هو الانسان الكامل بكل معنى الانسانية من معنى، لانه ما عادش ولا خطية، في نفس الوقت هو الملك والديان في ملكوته في سفر الرؤيا. واضح انه كمان الموضوع التجسد حورب كتير، يعني اتحارب كتير قوي من اديان ومختلفه، لانهم مش قادرين يصدقوا ان الله يستطيع انه ياتي في صوره انسان، اخذا صوره عبد، صائرا في شبه الناس،
الناس مش قادرة تقبل الحتة دي. مش لكن هو كان الله عايز يجسد نفسه من خلال هذا الإنسان يسوع المسيح، الله المتجسد. الناس رفض التجسد لكن الله أكد التجسد. أكده طبعا. طبعا. والناس اللي رفض التجسد احنا عارفين انتوا رافضين ليه، لان انتوا بتؤمنوا ان الجسد شر، فحاسين ان الجسد بتاعكم اصلا خايفين منه، الجسد نفسه بتاعكم خايفين منه، فمستحيل تصدقوا. دي بدعه على فكره، مش قادرين يدركوا انه مين اللي بيحرك الجسد. يعني انا اللي بحرك الجسد. والجسد مش عيب. الروح يحرك الجسد. يعني الواحد يحرك يسأل الجسد. مثلا يا شيخ بيقول لك المسيح كان انسان. طب كان بيدخل حمام؟ كان بيحتاج للاكل. كان بيدخل الحمام. دخول الحمام مش شر، انسان عادي 100%، ومش شر اصلا، ومش لانه ده شيء عادي. المسيح كان بيجوع. كان بيجوع، بس كان بيشبع الجياع، فهو بيجوع من جهه ناسوته، وكان يشبع الجياع من جهه لاهوته. هو انسان 100% وهو الله 100%. صحيح. طيب كمان حاجه مهمه خلي الناس دي يعني تسكت خالص، خلينا نخش فيها قبل ما ادخل على الادعاءات. انا عارف ان انا يعني خدت وقت شويه. في ازاي نثبت للي بيقول انه ما فيش تجسد ان في تجسد؟ خليني اقول لك فكرتين. اولا، الله لما جه يخلق ادم، هل الله اختشى لما خلق ادم قال لك يا ريتني ما خلقتك يا ادم، ولا راى ما فعلوا حسن وحسن جدا، قال نخلق الانسان على صورتنا على شبهنا فيكونون متسلطين على سمك البحر على طير السماء. طبعا ربنا فخور جدا وفرحان جدا ان خلق الانسان على صورته، على صورته وعلى مثاله، وسلطه على كل الايه، على كل الخليقه. فالله ما شافش ان جزء في سواء في الجهاز العصبي او الجهاز الهضمي او الجهاز التناسلي او الجهاز الاخراجي اللي جوه جوه الانسان شر، انه حاجه في شر، لانه راى كل الاجهزه لازم تشتغل مع بعض. فدي حاجه بتوري لنا الاجهزه مش عيب. وميز الانسان في خلقه، الاجهزه مش عيب. صحيح. اللي جوه الانسان مش شر ولا حاجه. صحيح. يعني لولا جهاز الاخراج انا اموت، الفضلات تتكون في جسمي طبيا بقى وعلميا كمان. أنا اموت. فمش عيب يا عزيز المشاهد يبقى عندك جهاز الاخراج خالص، ولا ان الله لما الجسد يجي في صوره انسان يبقى عنده الموضوع ده، لانه جاي يفدي الانسان فجاء في صوره انسان، ده مش حاجه عيب. تاني حاجه تخلي تؤمن بالتجسد، انه لما جه المسيح يتجسد، اولا تجسد من امرأة وجاء في صورة رجل، فأكرم المرأة لأنه اتجسد من خلاله القديسة العذراء المطوبة مريم. هو زي منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. فلو أنت ست مكسوفة، أو يقول لك الستات دول عار زي بعض الناس في صعيد مصر، طبعا مش كل صعيد مصر لكن في الصعيد الجوالي قوي، يقول لك احنا خلفنا بنت، يا ريتنا ما خلفنا. لا، يا ريتك ما خلفت ايه؟ طب ما تبقى بنت وتبقى زي الست العذراء. او الواحد حتى عنده بنت ما اتجوزتش يقول لك اه ما اتجوزتش وبارت. يا اخي خليها تبول، بس تعرف المسيح ما فيش مشكله، ما هي الست العذراء خلفت مين؟ المسيح، وتمتعت بالمسيح وكان هو العريس السماوي لها. فيا حبيبي ركز، انه المسيح اكرم المراه حينما جاء منها، ثم اكرم الرجل حينما جاء في صوره الرجل، جاء في صوره انسان رجل مثلي مثلك، لكن كان بلا ايه؟ بلا خطيه، بلا خطيه وبلا عيب. فده بيخلينا نؤمن بالتجسد. طب لو ما امنتش خالص بالتجسد، اقول لك الكتاب قال كده، ان في ناس مش هتؤمن بالتجسد، فاحنا عارفين يعني اشعياء 53 يقول من صدق خبرا. يعني لو مش مصدق ما تصدقش يا اخي. بس كونك ان انت ما تصدقش يا عزيزي المشاهد، ده مش هينفي انها حقيقه. يعني انت النهارده لو قلت انا ما صدقتش ان في جاذبيه، انا مش مصدق ان في جاذبيه، اقول لك يا حبيبي ما تصدقش، بس الجاذبيه ايه؟ حقيقه. فانت لو ما صدقتش ان المسيح هو الله انت حر، بس سيظل المسيح هو الله. امين. طيب خلينا نشوف يا دكتور كده السبع ادعاءات في عجاله سريعه. في عجاله سريعه؟ نعم. طيب عشان احنا خدنا في الوقت الاولاني نقطة الفكره دي كانت مهمه. مهمه جدا. فهناخد السبع ادعاءات. هتلاقي الموضوع بيتفك يا شيخ راجل. طبعا. ناخد مثال، مثلا في يوحنا الاولى 1:6. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. مين اللي بيقولوا كده؟ الغنوصيين. الغنوصيين بيقولوا إحنا لينا في شركة مع ربنا عادي، أنت فاكر إحنا مش عارفين ربنا؟ إحنا عارفينه كويس، بس إحنا بنعمل واحد يرد عليهم ويقول لهم طب بتعملوا الخطية إزاي وأنتوا عارفينه؟ يقولوا مش إحنا اللي بنعمل الخطية، ده الجسد بتاعنا اللي بيعمل الخطية. فقال لهم أنتوا كدابين.
إن قلتم إنه لكم شركة معه وسلكتم في الظلمة نكذب وليس الحق. ولسنا الحق ولسنا نعمل الحق. أنتوا كذابين، أنتوا جايبين الخطية من جواكم. لكن ما تسيبش الصورة مظلمة، لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إيه؟ خطيئة. خطيئة. ورجعهم لقيمة الدم مرة أخرى، رجعهم أنه أنتم خطى. هو تفتكروا أن الخطية في الجسد بس، الخطية إيه؟ من جوه. ها أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت حبلت بي أمي. لكن تاني فكر، قالوا إن قلنا أنه ليس لنا خطية في يوحنا الأولى 1:8 نضل أنفسنا وليس الحق فينا. الأولانية نكذب، التانية نضل نفسنا، ودي أصعب شوية. الناس دي كانت بتقول، منهم بعض الغنوسين ما كلمناش عنهم لأن موضوع الغنوسين كبير، قالوا أول ما ناخد الطبيعة الجديدة من الله الطبيعة القديمة بتتلاشى. يعني ما فيش حاجة اسمها عتيق بقى، ما فيش حاجة اسمها عتيق ولا طبيعة دي. احنا خدنا الطبيعة الجديدة، فالطبيعة الجديدة اللي خدناها من ربنا دي لاشت الطبيعة القديمة، فبقينا بقى كده ما بنغلطش كده. هقول له يا حبيبي لا، انت كده ما بتغلطش، يبقى انت المسيح، وما فيش الا مسيح واحد هو اللي ما بيغلطش. انت قديس لكن لك لست القدوس. تفرق؟ تفرق كتير. تقول لي دي ايه وواو؟ لا، قدوس يعني ما فيهاش غلط، لكن قديس يعني ممكن يغلط لكن ما بيعيش في الخطيه. قال لهم، بيقول لهم لو ان قلتوا ان قلتوا انه ليس لنا خطيه، هنا ليس لنا خطيه بمعنى ليس لنا الطبيعه الخاطئه، تلاشت بوجود الطبيعه الجديده، انتوا بتضلوا نفسكم وليس الحق فيكم. ثالث ادعاء بيفندوا برضو في يوحنا الاولى 1:10 ان قلنا اننا لم نخطئ، هوريك الفرق بينهم، نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. اننا لم نخطئ يعني احنا ما عملناش خطيئه اصلا، ما فيناش الطبيعه القديمه ولا عايزين الطبيعه الجديده، احنا ما عملناش خطيئه. نسالهم يا غنوسين ما عملتوش خطيئه ازاي؟ يقول لك يا حبيبي الجسد اللي فينا اللي عمل ايه؟ هو اللي بيعمل، مالناش دعوه بيه، مش احنا، مالناش دعوه بيه. الجسد ده وكانه منفصل، يعني كانه منفصل. احنا الروح بتاعنا الخيره، وربنا هنحل لك المشكله. وتخيلوا في ربنا حاجات غريبه، قال لك ربنا هيلاشي الجسد ده اللي تعبنا ده ونرتقي بالروح، فاحنا بنرتقي بالروح من خلال الممارسات الغلط. وامتدت الفكره الى كريستيان ساينس او العلم المسيحي، قالوا المسيحيه بذره ابتدت واحنا اللي بنكمل فيها، ابتدت بالمبادئ. ويمكن هذه الفكره موجوده في اوروبا للاسف الان، انه بيؤمنوا ناخد المبادئ المسيحيه ونرمي المسيح، يعني ياخدوا المبادئ المسيحيه من مساواه من محبه ويرموا الصلب الطبيعه المسيحيه وهي الصليب والقيامه، فخدوا مسيحيه بلا مسيح للاسف. ولذلك كل اللي في اوروبا امنوا هذا الايمان او تبع كريستيان ساينس او العلم المسيحي او هذه البدعه، طبعا ما لهمش علاقه بالمسيح، خدوا مبادئ المسيح لكن ما خدوش المسيح. عزيزي مش اوعى تاخد مبادئ المسيح وما تاخدش المسيح، اوعى تعرف عن المسيح وما تعرفش المسيح، اوعى تتعلم عن المسيح وما تتعلمش من المسيح. هل تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب؟ مش تعلموا عني، ناس كتير عارفه عنه، ناس كتير على اسمه وهم ناكرين، وقلناها في الحلقه دي يا شيخ رائد فاكر، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، وناس هنا وتشتاق لك وتتمنى وتجيلك، وناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهينك. يا ريت انت عزيز المشاهد تكون من الناس اللي عايشين له وتموت ولا تهين. الرابعه، من قال قد عرفته في يوحنا الاولى اصحاح 2:4 وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب. يعني ايه؟ بيقول انا عرفت ربنا بس ده ما خدش المبادئ زي بتاعت الكريستيان ساينس او العلم المسيحي وساب المسيح، ده ساب المبادئ كمان، يعني مش ساب المسيح نفسه لكن ساب المبادئ بتاعت المسيح، وبيقول لك انا عارف. انت هتقول لي على المسيح، انا اشرح لك على المسيح. تقابل ناس زي كده شخص يشرح على المسيح كتير، يقولوا ايه مثلا؟ هو الذي علم عن التسامح وعلم عن المحبه،
هو اللي اتصلب ومات علشاننا يعني، هو اللي قام في اليوم الثالث. ووعظ الوعظة بتاعت الجبل، وعظة العظة اللي على الجبل. رأي يا عم في ده تعليمه متى جميل خمسة قوي، وستة وسبعة، ده تعليم تعليمه جميل جميل قوي. بالظبط. لكن تقول له انت عايش التعاليم دي؟ يقول لك يا حبيبي التعاليم دي اوعظها في الكنيسة على المنبر، لكن ما عاشهاش. وامثال هؤلاء كثيرين. يقول لك التعليم انت تنفذها، لكن انا ماليش دعوة. يستخدم الكتاب ليوجه الناس، لكنه نفسه لا يعيش الكتاب. فبيقول له يا اللي بتقول انا بعرف ربنا ومش حافظ وصاياه، مش حافظ يعني كلمة حافظ هنا توضحت انه مذاكر، لكن حافظ هنا يعني عايش، مش حافظ يعني بيسمع، حافظ وصاياه يعني عايش الوصية. يقول الكتاب عنه وهو لا يحفظ وصاياه فهو كذاب. شوف هنا بيكرر كلمة كذاب، ضلالي، بيضل نفسه، بيكذب ربنا. تعبيرات قوية حاسمة. ويوحنا مع انه كان قريب من صدر الرب، لكن بيستخدم اساليب حاسمة مع اللي بعيد عن صدر الرب وبعيد عن قلبه ومحبة الرب، ولانه دايما قريب من قداسة الله فبيدين الخطية بطريقة واضحة يا شيخ رأيي وطريقة صريحة. اخد رقم خمسة عشان الوقت. خمسة. فصح الدين برضو عدد ستة يقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك يسلكه هو. من قال انه ثابت فيه، كلمة ثابت فيه وكلمة الثبات في الانجليزي to be continued، يعني to be continued يعني نستمر. الثبات يعني استمرار، مش موضوع لحظة وخلاص والموضوع خلص. ليه؟ لان في ناس تقول لك انا خلصت في لحظة وبيعيش زي ما هو عايز. مش حاجة اسمها خلصت في لحظة، ده الخلاص ده رحلة مش لحظة. الخلاص ده بداية، لكن بداية وتستمر وتستمر طول الحياة. هيقول لك انا خلصت في لحظة واعمل اللي انا عايزه. لا يا حبيبي، ده بيقول لك هنا من قال انه ثابت فيه مستمر معه. في شرط هنا بقى، يقول لك انا مستمر معاه بس انا عايز زي ما انا عايز، انا عايز زي ما الناس عايزة، انا عايز زي ما الموضة بتقول، انا عايز زي ما الفيلم الهندي بيقول، الفيلم الصيني او الفيلم الامريكاني، انا عايز زي ما الناس عايزه، انا عايز زي ما الكنيسه اللي بالطائفه الفلانيه بتقول، ولا الطائفه الاعلانيه بتقول، ولا الطائفه دي بتقول. لا يا حبيبي، انا مش بقول لك عيش كما الطائفه تقول، كما كلمه الله تقول، ولا كما العالم يقول، لا، ولا كم وكمان كما كلمه الله تقول، لكن بيقول كما سلك ذاك. هذا هو النموذج. لما نقابل واحد يقول لك يا عم، اقول له المسيح بيقول لك يا عم، انا هو انا المسيح يا عم؟ انا المسيح. ايوه يا حبيبي، انت المفروض تبقى زي المسيح. تقول مشابهين صورة ابنه. مشابهين صورة. اقول له انا ضعيف يا رب في الحتة دي، قويني ان انا اكون زيك. لكن طول الوقت ان انا اقول انا مش زي المسيح وعايز زي ما انا عايز، يبقى انا ايه؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ يبقى انا ضلالي، مدعي، غنوسي. لا، الاستاذ غنوسي جه، الاستاذ غنوسي راح وخلصنا. طيب نوصل لنقطة ستة. صح اتنين برضو عدد تسعة. يقول من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلم. بيقول انا في النور، انا لي علاقة مع ربنا، بس بيكره اخوه، ما بيحبهوش. يبقى الرسول بيقرر بيقول يا غنوسي، يا اللي ما عندكش محب، يا اللي مش قادر تحب اقرب من ليك، يا اللي مش قادر تحب اللي ما يتحبش حتى. ده انت المفروض مش تحب اقرب من ليه، ده المفروض حسب الوصيه احبه ايه؟ اعدائكم. يا غنوسي، ما بالك بقى ده اللي اخوك اقرب اللي من ليك يعني. اخوك المفروض تحبه. عزيزي مش قادر، مش قادر تحب مراتك، تقول دي وحشه، حبها وحشه، ما اتجوزتها ليه؟ طب وبعدين المسيح بيحب اللي ما يتحبش، هتقول لي فيها الايه؟ هو حبين واحنا ايه؟ انت تتحب يعني ولا انا اتحب؟ حبها حتى لو ما تحبش. عزيزتي ما بتخضعيش لجوزك ليه؟ مش الكتاب بيقول اخضعي لزوجك؟ من قال انه في النور وهو يبغض اخاه، اخاه يقصد انا مش اخوه يعني اخويا، اخوه في الجسد، اخوه في يعني الجسد، اخوه في يعني علاقه، علاقه اسريه يعني، علاقه اسريه، ما علاقه صحيحه مع اللي حواليك، مع اللي حواليه، مع المجتمع اللي حواليه، مع المجتمع. فده شيء رائع يعني، دي علامه من العلامات اللي بتفرق المؤمن من غير المؤمن، المؤمن من غير من المدعي. واحد بيكلمني عن محبة واجي احتك معاه مرة
صحيح. يروح ايه مطلع بقى الفاظ ويطلع كلام ويطلع اشاعات، ده في محبه ده؟ لا يعرفها ولا يعرفها. فان كنت بيسمع اتكلم حقه. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت صرت نحاسا محاسنة. يطن او صنجا يرن. قول زي ما انت عايز، لو ما لقيتش فيك المحبه يبقى انا ما لقيتش فيك المسيح، لان الله محبه. اخر حاجه في سابع حاجه، ان قال احد اني احب الله، دي بقى جايه، وابغض اخاه فهو كاذب. هنا بيقرر بقى، يعني في اللي قبلها بيقول هو الان الى الان في الظلم اللي بيبغض اخاه، لكن هنا بيصرح برضه بيستخدم تعبير الكذب لان الله حق، فاللي عكسه كذب على طول. فهو كاذب لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصر؟ صح 4:20. يبقى لخص القوالين دول او الغنوصيين في ثلاثة ان قلنا في اصح 1، ثلاثة ان قلنا في اصح 2، وواحدة ان قلنا في اصح 4. يبقى 3-3-1 عشان محدش ينساه، اصح 1، اصح 2، اصح 4، 3-3-1. عزيزي المستمع والمشاهد، ان كنت واحد من الافكار بتاعت الغنوصيين فاعتقد انه انت محتاج تراجع نفسك تاني وترجع لكلمة الله بحق. بدون الروح القدس مش هتقدر تفهم ولا تدرك المعاني لكلمة الله. ممكن تكون مبسوط قوي 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 بتعليم المسيح وتقول عليها رائعة وجميلة وحاسسها انها كنغمة في عزف، لكن الرب مش عايزك كده. الرب عايزك تكون شخص عملي، شخص جاد في حياتك، تثبت على صخرة المسيح ويثبت فيك كلمته. اطلب ده من كل قلبك دلوقتي، قول يا رب عايزك تثبت كلمتك فيا. يا رب انا ضعيف ولكن اثق في نعمتك انها تكفيني، واثق انك تعمل معي امور عظيمه، مش انا اللي هعمل لكن انت اللي هتعمل فيا، انت اللي هتكبرني، انت اللي هتعلمني. الترنيمه اللي جايه يقول له كده المرنم: يا رب صخرتي اليك صرختي، فانت مخلصي، في ضعفي قوتي اقول ثابت قلبي، في ضعفي ساسمع تكفيك نعمتي. في قوتي أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي، في ضعفي سأسمع تكفيك نعمتي. ثابت قلبي،
أسمعه تكفيك نعمتي. يا رب صخرتي إليك صرختي، فأنت مخلصي في ضعفي قوتي. أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي في ضعفي، سأسمع تكفيك نعمتي. ثابت قلبي، ثابت قلبي في ضعفي، سأسمع نعمتي. ثابت قلبي فيك يا رب، فأنت تسمع لضعفي وتعطيني قوتك يا رب، فترفعني وتثبت رجلي على صخرة هي يسوع المسيح. يا رب بنشكرك لأنك تسمع إلى ضعفاتنا، وتسمع رب إلى ما نقول بالروح يا رب، أننا نريدك أن تدخل في حياتنا، أن تعطينا هذا التعليم يا رب، أن نكون ثابتين في شخصك، لا نكون متزعزعين بل ثابتين في كلمتك، لا نسمع لتعاليم فقط بل أن نعمل بها ونعيشها، في اسم المسيح آمين. آمين. أشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم، والرب يبارككم. نلتقي في الحلقة القادمة، والرب معكم.